شاهدينا اهلا بكم. همسة وصل جديدة نفتح بها دوما بابا للحوار بيننا وبينكم. المبادرات التي قادتها مصر في المرحلة السابقة جميعها كانت تصب في مصلحة المواطن وتهدف لإرساء حالة من حالات الاستقرار الاجتماعي على الأرض. واحدة من هذه المبادرات هي مبادرة كلنا واحد التي تعمل على دعاية دعم منظومة الحماية الاجتماعية وترسيخها من خلال توفير المواد المختلفة التي هي من الأساسيات في الحياة بصورة ثابتة من خلال المعارض المختلفة. سؤالنا اليوم وملف حلقتنا حول هذا الموضوع من خلال السؤال الظاهر على الشاشة الآن: كيف تعمل مبادرة كلنا واحد على دعم منظومة الحماية الاجتماعية؟ كيف تعمل مبادرة كلنا واحد على دعم منظومة الحماية الاجتماعية؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم الذي نرغب في أن تتواصلوا معنا بتأكيد عبر همزة وصل إي جي. همزة وصل إي جي سبيلكم للتواصل معنا في البرنامج. اسمحوا لنا أن نبدأ الحوار بعد هذا التقرير. إقبال في مختلف المناطق التي تغطيها مبادرة كلنا واحد على مستوى الجمهورية. مستلزمات دراسية وازي بمختلف أشكاله للمدارس تباع لجمهور المواطنين بأسعار مخفضة. عندنا كل المنتجات وكل المستلزمات الدراسية، كل اليونيفورم موجود، الكوتشيهات، الشنط الدراسية، الكشاكيل، الأقلام، كل حاجة موجودة عندنا بأسعار كويسة وجودة كويسة، خامات درجة أولى، الأسعار فيها تخفيضات من 25 ل 30% بسعر التكلفة. والله الأسعار حلوة وفي متناول الجميع، أنا شايفها أنها حلوة وجميلة وفي متناول الجميع. وكل حاجة موجودة، هدوم مدارس، يعني شنط المدارس، الأدوات المدرسية، والحمد لله يعني وربنا يصلح حال الجميع إن شاء الله. ده اللي تدل يعني سيادة الرئيس حاسس بمستويات الشعب كله، بالطبقة الفقيرة والطبقة الكادحة، لذلك هو مع الشعب في كل شيء. وبصراحة فنم يعني دي لو طبقناها بالأسعار بره هنلاقي إن هنا الأسعار يكاد يكون يعني في مستوى أي حد مصري. لا الأسعار جميلة صراحة، الأسعار جميلة. أنا باجي هنا حوالي كل أسبوع مرة باخد حاجة وأنزل للأطفال. أنا لسه جاي أشتري وقلت له لو أنا أخدت جملة قال لي أعمل لك تخفيض. أنا هاخد كمية كبيرة قوي عشان أنا عندي ناس مخدومة، ولاد طبعا ولاد الملك، فعايز أخد جملة كبيرة علشان يعملوا تخفيض. مبادرة رئاسية تراعي احتياجات الأسرة المصرية مع قرب بداية العام الدراسي الجديد. خامات بأعلى جودة وتنوع في المعروضات لتشمل كل احتياجات الأسرة. أنا بصراحة أول مرة أجي هنا شايف أسعار جامدة جدا، أسعار جميلة جدا جدا جدا، وبسم الله ما شاء الله، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. هي الأسعار هنا في المتناول، يعني لو بصينا للأسعار اللي بره، اللي بره أعلى، هي هنا أقل بنسبة عنها شوية. بنبيع أحسن وأجود أنواع الخامات للمدارس، وبنبيع جميع ألوان المدارس. والناس طبعا مبسوطه باسعار المدارس لان احنا واقفين هنا بنبيع باسعار مخفضه، طبعا بعيدا عن الخارج وعن جميع اسعار بره خالص. عندي تيشرتات الاطفال ب 90 والكبير ب 100 و 110، وعندي الشراويل زي المدرسي من اول 90 ل 175، بس طبعا بتختلف في الخامه، في خامه 80% قطن وفي خامه 100% قطن. علبه القلم الرصاص هنا ب 10 تلاقيها بره ب 15، علبه الرطب ب 15 بره ب 25. والقلم الرصاص الاساسيات الباكو ب 20 في 36 واحده. مبادره تستمر على مدار الايام المقبله لتمثل عونا لمحدود الدخل والفئات الاولى بالرعايه، وتشكل تواصلا مع المواطنين لتلبي كافه احتياجاتهم. مبادره رئاسيه تاتي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصه مع قرب بدايه العام الدراسي الجديد. تنوع في المعروضات ليفي باحتياجات الأسرة المصرية، والتأكيد على انخفاض الأسعار بما يناسب كل المصريين. حماد العربي، النيل. استعراض لأهم آراء المواطنين في هذه المعارض وإيه هي أهم طبيعة ما يحصلوا عليه من خلالها. في إقبال كبير جدا نظرا لتنوع المعروض وجودة السعر. خلونا نبدأ الحوار معنا عبر الهاتف. طبعا اكيد كل واحد مننا جرب بشكل او باخر واحد من هذه المعارض وعارف ان فيها شيء ما من التنوع والاختلاف، وايضا جوده المعروض مع انخفاض السعر موازاه بحاجات كثيره جدا من السوق. معنا عبر الهاتف الاستاذ بركات صفا، نائب رئيس شعبه الادوات المكتبيه. اهلا بحضرتك يا فندم.
اهلا بحضرتك بالساده المشاهدين. اهلا بيك. اهميه هذه المعارض في هذا التوقيت من وجهه نظر حضرتك قبل دخول المدارس بفتره تعتبر جيده. هو طبعا المعارض مهمه جدا لانها بتيجي بتوقيت في ظل تحديات عالميه، ارتفاع في الاسعار، ارتفاع في اسعار الخامات، ارتفاع في اسعار مستلزمات الانتاج، عقبات في الاسراف بالنسبه للمصنعين والمستوردين. كل الكلام ده قدرت الشعبه تتواصل مع التجار ومع المصنعين والمستوردين على اساس ان هم يساهموا في المبادره الرئاسيه، على اساس ان يكون مساهمه مننا الاسره المصريه في تخفيض الاسعار عشان تكون في متناول الجميع. نعم. ايه هي اهم المعروضات اللي حضرتك شايف ان فعلا فيها تخفيضات حقيقيه وسهل ان الاسره المصريه توفرها لابنائها؟ طبعا هو بالنسبه للتخفيضات عندنا الملابس عامله تخفيضات كويسه جدا بالنسبه للدين المدرسي، عندنا الاحذيه، عندنا الشنط المدرسيه، الادوات المكتبيه كمان عامله اسعار كويسه. طبعا مش عارف حضراتكم ان الاسعار الخامات زادت عالميا، لكن المصنع المصري قدر ان هو يتغلب على الزيادات اللي موجوده وان هو يحاول بقدر الامكان ان ينزل في الاسعار. طبعا الغرفه التجاريه بتتحمل مصاريف المعرض، علشان كده التجار والمستوردين والمصنعين بيبيعوا باسعار التكلفه، وفي نفس الوقت بيحاولوا ان هم يشيلوا الحلقات الوسيطه يعني من المصنع مباشره او من المستورد للمستهلك. فالنهارده مفيش ربح تاجر الجمله وتاجر النص جمله وتاجر التجزئه، كل الكلام ده مش موجود. فطبعا بتبقى تخفيضات الى جانب المكاسب اللي كان بيحوز عليها التجار، كل الكلام ده مش موجود. فطبعا في حوالي 30% تخفيضات وحوالي 50 من 30 ل 50% الى جانب طبعا نسبه الربح اللي كان بيتقاضاها التجار، كل الكلام ده مش موجود. فطبعا دي المستهلك هنا حاسس بالتخفيضات الموجوده في المعرض، وزي ما حضرتك شفت كده في التقرير ان كل الناس اشادت في الاسعار والمنتجات. استاذ بركات، ايه من اسعار الادوات المكتبيه السنه دي تاثر بالازمه العالميه؟ انت عارفه حضرتك الازمه العالميه طبعا اثرت على المنتجات كلها. طبعا انت عارفه مستلزمات الانتاج والخامات، كل المدخلات دي عندنا في الصناعه بتبقى حوالي نسبه 80%. طبعا نقص الدولار في الاسواق، القرار البنك المركزي بان البنوك تدبر العمله، كل الكلام ده عمل مشكله مع المصنعين ومع المستوردين. لكن الحمد لله نتمنى الفتره الجايه تبقى افضل، القرارات دي يتم اتخاذ اجراءات ثانيه تساعد المصانع والمستوردين ان هم يوفروا المستلزمات لكل الجماهير. حضرتك عارفه ان ازمه روسيا واوكرانيا واحنا خارجين من كورونا، كل الكلام ده مأثر على الاسواق العالميه بالكامل، بس الحمد لله المصنع المصري قدر يتغلب على جزء من المشاكل دي. نتمنى الفتره الجايه تبقى احسن ان شاء الله. ده اللي احنا بنتمناه. ايه اللي ممكن في المعارض القادمه يمكن تقديمه ويسهل على كاهل المواطن بصوره افضل، او يمكن تقديمه بصوره مختلفه فيسهل على المواطنين اكتر؟ هو طبعا السهل على المواطنين رقم واحد بالنسبه لنا ان المعرض السنه دي مش القاهره بس، المعرض منتشر في محافظات متعدده الى جانب حوالي 119 منفذ بيع، الى جانب الشوادر اللي موجوده، الى جانب حوالي 400 مكتبه داخله من ضمن نطاق المعروضات للجماهير. وده طبعا خلى ان نسبه العرض كبيره جدا بالنسبه للناس. الاول كان في معرض واحد، النهارده لا، بقينا في المحافظات، بقينا في داخل المحافظه الواحده نفسها في اكثر من معرض واكثر من شادر واكثر من عربيه متنقله بتتيح كل المنتجات للاسر، وده طبعا حاجه كويسه جدا. زي ما انت شفت حضرتك المعرض متنوع، في سلع غذائيه، في ملابس، في احذيه، في شنط مدارس، في ادوات مكتبيه، في كراس وكشكول، في كل حاجه. طبعا كل الحاجات ديت التجار والمصنعين والمستوردين بيحاولوا ان هم يوفروا اكبر قدر ممكن من المنتجات للجماهير باسعار مخفضه. طبعا طبقا لتعليمات رئاسه الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء، لان طبعا لازم مساعده الاسر، لان الحياه غاليه فعلا، ودي مساهمه من التجار والمستوردين والمصنعين ان هم يحاولوا يوفروا منتجات رخيصه لكل الاسر. هل مطروح ان تبقى هذه المعارض طوال العام؟
لا هي المعرض دي بتبقى موجودة حضرتك في بداية كل سنة دراسية، لكن اللي بتستمر معانا اللي طبعا أسواق الجملة، وهي معروفة طبعا في مناطق كتير في المحافظات، بتعرض المنتجات بأسعار الجملة، وأغلبية الناس النهاردة عارفة الأماكن دي بتتوجه ليها من بعد المعارض إنها تشتري المنتجات بأسعار الجملة، وده كله متاح للجماهير كلها. نعم، أنا بشكر حضرتك الأستاذ بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية على المداخلة وما أبديته من وجهة نظر معنا حول المبادرة وما توفره من خدمات. بينضم إلينا في الحوار دكتور وليد جبلله الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور وليد. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل مشاهدي النيل الأخبار. القيمة الاقتصادية لما تقدمه هذه المعارض وهذه المبادرات في هذا التوقيت؟ هو في البداية فكرة ضبط الأسعار البعض بيتصور أنها هي التسعيرة الجبرية، ولكن في الاقتصاد الحر الذي تتجه إليه الدولة حاليا هناك آليات متعددة لضبط الأسعار، من ضمنها خلق بديل منافس للتجار يقوم بتقديم السلع بأسعار عادلة، لا يستهدف أن التاجر يخسر، ولكن يستهدف ضبط الأسعار بأن يكون هناك سعر عادل يحكم السوق. بالتالي فإن المعارض المجمعة اللي بتتم تحت إشراف الدولة عندما تضع سقفا معينا للمنتجات اللي موجودة في السوق، ده بيؤدي بصورة تلقائية إلى أن التجار اللي موجودين في السوق ما يقدروش يخرجوا عن هذا السقف، وإلا فإن العميل سيترك التجار ويذهب إلى هذه المعارض. علشان كده احنا بنلاحظ أن الأسعار مش من المستهدف منها ان تكون ظالمه للتاجر، الدوله بتشجع القطاع الخاص ان هو يشتغل، وبتكون سعيده طبعا ان القطاع الخاص يبيع باسعار عادله، ولكن خلق هذه المعارض بيقدم السلع والمنتجات الى المواطن المصري باسلوب وبصوره عادله. هذا الامر لا يعني ان يكون هناك دعوه للمواطنين بالاستهلاك باكثر من اللازم، او لان المواطن وجد في المعارض المجمعه أسعار أقل إن هو يستهلك أكثر، أبدا. الترشيد مطلوب جدا في هذه المرحلة، مطلوب مننا إن احنا نقلل من الهدر الغذاء والسلع بصفة عامة، نحافظ على ما نمتلكه من ثروة غذائية وثروة سلعية متعددة في هذه المرحلة، ولكن هناك دور الدولة بتقوم به. هذه المعارض أصبحت قريبة جدا من المواطن، كلما أصبحت قريبة وكلما انتشرت في بقاع الجمهورية كلما كانت أداة فاعلة لضبط الأسعار والوصول إلى المواطن. نعم دكتور وليد، كيفية تأثير ده على ضبط السوق بشكل عام بقى؟ ما هو طبعا النهاردة التاجر هيفكر ألف مرة لما بيلاقي السلعة اللي موجودة في المجمع، حتى مش بس في المجمع على فكرة، هناك آليات أيضا، هناك خيارات ضمن المبادرات، خيارات من الدولة بتنشرها حتى في الأماكن اللي بيكون صعب إن هي توصل ليها المعارض، ده اللي بيحدد أسعار معينة، هي أسعار استرشادية، ولكن التاجر بيلتزم بأن لا يخرج عنها بصورة كبيرة. نعم، فكرة توسع هذه المعارض بصورة كبيرة جدا في الفترة القادمة وإنها تضم منتجات مختلفة متنوعة غذائية، كانت صناعات صغيرة، إيه مدى قبول هذه الفكرة وإمكان تحقيقها على الأرض؟ هو التوسع بيتم بأسلوب أفقي زي ما حضرتك ذكرتي، بأنه يشمل أماكن كثيرة، وأسلوب رأسي أيضا بأن يشمل مناسبات متعددة، لأن تكاد تكون هذه المعارض مستمرة طول العام، هناك معرض للمدارس، هناك معرض بيتم مع دخول رمضان، هناك معارض في مناسبات متعددة، نحن نخرج من مناسبة ندخل في مناسبة. التجارة في مصر والمبيعات في مصر أصبحت هي مبيعات موسمية بالمقام الأول، موسم تخفيضات لبداية موسم الشتاء، تخفيضات للصيف، تخفيضات لرمضان، تخفيضات. بالتالي فإن هذه المعارض أصبحت أكثر استقرارا مع انتشارها جغرافيا، أصبحت أيضا مستمرة زمنيا، بالتالي فإنها تخلق البضائع وتخلق فرص الشراء، وتؤدي إلى طمأنينة للمستهلك بأن احتياجاته يستطيع أن هو يحصل عليها من مكان أمين. جميعنا إذا نظر إلى المنطقة بتاعته وفكر
واحنا بنتكلم دلوقتي هيعرف ان هو هناك منفذ قريب من منافذ الدولة يستطيع منه ان يحصل على احتياجاته الاساسية باسعار عادلة. في سلاسل غذائية كبيرة وسلاسل تجارية كبيرة مشاركة في هذه المعارض او موجودة ضمن هذه المبادرة، ازاي بترى هذه المشاركة؟ مهم جدا فكرة السلاسل الغذائية ومشاركة القطاع الخاص في المبادرات اللي بتقدمها الدولة، ده شيء مهم جدا. كنا في يعني منذ فترة قريبة كانت السلاسل التجارية قاصرة على عواصم المحافظات، اليوم اتصور ان المدن والمراكز اصبح فيها العشرات من السلاسل التجارية. هذه السلاسل بيكون عندها دور مهم لان العروض والتخفيضات بتكون قابلة لان هي يتم ترحيلها الى الجمهور افضل بكثير من المتاجر الغير الرسمية وغير التي وغير المنضوية تحت اليات الاقتصاد الرسمي. السلاسل هي سلاسل رسمية سهل الاشراف عليها من الدولة، الامور فيها بتكون مميكنة بصورة جيدة. ايضا المواطن حتى من بيته يستطيع انه يعرف السلع اللي محتاجها موجودة في اي سلسلة وفي اي متجر، بالتالي بيوفر مصروفات انتقال، مصروفات بحث. هذه الآلية هي آلية مهمة جدا، واتصور ان المستقبل سيكون للسلاسل على حساب المتاجر الاقتصاد غير الرسمي. تطور مظلة الحماية الاجتماعية في مصر في السنوات الماضية حضرتك بتقيمه ازاي؟ الحماية الاجتماعية هي منظومة تطورت وستظل تتطور، فالدولة المصرية مرنة جدا في أن يصل الدعم إلى مستحقيه. هناك مستحقات كبيرة أكثر من 356 مليار جنيه بتقدمهم الدولة في موازنة العام المالي الجاري تحت بند دعم للمواطن، بالتالي فإننا نجد أن هذا الدعم يصل عبر آليات متعددة. سبق أن تطور، سبق أن توسع، هناك نتابع كيف أن هناك زيادة في مخصصات الدولة للسلع التموينية، كيف أن الدولة تتوسع في منظومة حياة كريمة لتصل إلى نحو 5 مليون أسرة، هناك رفع الحد الأدنى للمعاشات، رفع الحد الأدنى للأجور، حياة مجموعة متنوعة من برامج الحماية الاجتماعية. الدولة مستمرة وتعمل على تطويرها بصورة تلقائية، وتصور أن الحوار الوطني الذي يدار حاليا يمكن أن يكون له بصمة أيضا في الإضافة والتطوير لهذه البرامج بحيث تكون أنسب وأقرب للمواطن وأفضل كفاءة لوصول الدعم إلى مستحقين. نعم، أنا بشكر حضرتك دكتور وليد جبل الله الخبير الاقتصادي على المداخلة وما أبديته معنا من وجهة نظر حول موضوع حلقة اليوم من همزة وصل. مشاهدينا اسمحوا لنا أن احنا نتواصل معكم أكثر من خلال أهم ما قدمتوه من تعليقات حتى الآن حول موضوع الحلقة. خلونا نبتدي نقرأ أهم ما تحتاجه أستاذ نهان عبد الفتاح. أهم ما تحتاجه مبادرة كلنا واحد هو التواجد بفروع أكثر خاصة في القرى، كما أن مبادرة كلنا واحد يمكن أن تضم أنواع أكثر من السلع الضرورية وأيضا منتجات أخرى تكون صناعة محلية مثل الأدوات الكهربائية ومنتجات الأخشاب والسجاد، وسيكون ذلك مساهمة في تخفيض أسعار تلك المنتجات. أستاذ عبد الهلالي، منظومة الحماية الاجتماعية شيء ضروري للحد من الفقر والقضاء على العشوائيات ومناهضة الفقر، ليها فوائدها العديدة والصحية، منها غرس قيم الانتماء وحب الوطن وكلنا واحد، تعزيز الامن الغذائي والصحي والتعليمي، تخفيف الاعباء والضغوط على الاسر الفقيره، تحفيز الاسر الفقيره على الانتاج والازدهار، اعطاء دور كبير للمنظمات المدنيه، الحد من ارتفاع الاسعار وضبط السوق ومراقبته، حصر الاسر الفقيره والايتام واعطائهم الاولويه في برامج الحمايه الاجتماعيه. خلاصه، منظومه الحمايه الاجتماعيه سيكون لها دور كبير في رفع شان المواطن البسيط. كمال صالح، رفع عبء عن كاهل المواطن المصري. محمد الطواب، تحديات بعد تحرير الأسعار العالمية والغلاء الفاحش، تقوم الإدارة المصرية بتوفير سلع وخدمات بأسعار متاحة للجميع في كل ربوع الوطن، لذلك برأيي مع تواصل المرحلة 23 لمبادرة كلنا واحد
تعمل على دعم منظومة الحماية الاجتماعية بعدم الاحتكار أو الاستغلال وتوفير السلع المتاحة للجميع. شكرا لكل من قدم تعليقه معنا. بينضم إلينا للحوار الأستاذ حسن هريدي رئيس قسم الاقتصادي ببوابة أخبار اليوم. أهلا بك يا أستاذ حسن. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين وكل التحية لحضراتكم جميعا. إزاي بترى الإقبال على هذه المبادرات من الجمهور؟ ومدى تأثر الجمهور بهذه المبادرات في أنه يحصل على سلعه بشكل مختلف بأسعار مختلفة محمية ومنضبطة؟ بالفعل كما تفضلت حضرتك ذكرتي لقد نجحت تلك المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تلبية احتياجات المواطن المصري من كافة السلع في حياته اليومية، سواء كانت سلع غذائية أو سلع تتعلق بحياته اليومية، وذلك من خلال المبادرات التي يعني تنوعت وتعددت تلك المبادرات، يعني فاق عددها أكثر من 6 مبادرات. كانت المبادرة الرئيسية كلنا واحد، والتي يعني تنطلق في ربوع مصر على كافة في كل المحافظات، سواء عن طريق المراكز الثابتة أو المراكز المتحركة، تلبية احتياجات المواطن، وأيضا العمل على خلق التوازن بين العرض والطلب في كافة السلع، مما حافظ على توازن استقرار الأسعار داخل السوق المصري. وأيضا كانت حائط صد لموجات الغلاء وموجات ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وذلك مما أدى إلى تحقيق الاستقرار داخل الحياة الأسرية في كافة ربوع مصر. من تلك المبادرات أيضا كانت المعارض الموسمية مثل أهل المدارس حاليا، والتي تنطلق في كل محافظات مصر من خلال أكثر من 23,000 مركز، سواء كانت تجمع أو مركز متنقل أو غيرها، لتلبية احتياجات الأسر المصرية في موسم المدارس. كان أيضا هناك مبادرة أهل رمضان التي تتعلق بشهر رمضان الكريم، وكانت أيضا عنصر فعال في تحقيق الاستقرار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب داخل الأسواق المصرية. هذه المبادرات كلها أدت إلى الاستقرار بالفعل، وأيضا تلبية احتياجات المواطن ومواجهة حالات يعني تحقيق الفائض داخل الأسواق المصرية من السلع بأسعار مناسبة وأسعار في متناول الأسر المصرية. وكان ذلك يعني اليد العون إلى الأسر المصرية لمواجهة أو تحقيق التوازن في حياتهم المعيشية. من تلك المبادرات أيضا كان لها الهدف في عملية تنشيط المنتج المحلي، عملية يعني تشغيل مزيد من الشباب داخل الأسواق من خلال السلاسل والمراكز التي تتنوع لخدمة تلك المبادرات. أيضا خلق مزيد من فرص العمل أمام الشباب المصري، وهو ما أدى إلى انخفاض أيضا في معدلات البطالة، تحقيق التوازن المعيشي داخل الأسر المصرية. ومن تلك الأرقام يعني انخفضت معدلات البطالة في مصر لأول مرة منذ 14 عام، لم نشهد هذا تشهد مصر انخفاض في معدلات البطالة كما شهدته في الآونة الأخيرة، وفقا للتقرير الصادر عن وزارة المالية بالأمس. نعم أستاذ حسن، مدى تأثر الريف مقارنة بالعاصمة بهذه المعارض؟ بالفعل يعني هذه المبادرات حققت التوازن داخل كافة ربوع مصر، سواء كانت الأرياف أو المدن. أصبحت تلك المعارض والمنافذ البيعية الثابتة والمتحركة يستقبلها المواطن بترحاب شديد، وأصبح يعني مقصد له سواء كانت الريف أو في المدن للحصول على احتياجاته. وأصبح يعني إذا كانت مراكز متحركة مثل السيارات التي يعني تنتشر عن طريق القوات المسلحة المصرية، قوات الشرطة، وزارة التموين، وزارة الزراعة،
كل ذلك أصبح المواطن ينتظر تلك السيارات بفروغ الصبر للحصول على احتياجاته سواء كان في المدينة أو في القرية. هو الأمر سيان بالنسبة للمواطن المصري لأنه يحصل على سلع جيدة ومواصفات جيدة وبسعر مناسب أيضا، يعني بنسبة انخفاض تتراوح بين 20 و30% بالمقارنة بالأسعار بنفس السلعة في الأسواق الأخرى. وبالتالي هذه هي يعني استفادة حققت كافة الفائدة لكافة المواطنين الشعب مصر سواء كانت في الأرياف أو في المدن، سواء حققت أيضا الانتشار وتحقيق التوازن في كل المناطق الحضرية والريفية والمناخ والمناطق النائية. أيضا أدت هذه المراكز من خلال سلاسل الإمداد إلى عملية تنشيط والعودة بالفائدة على الفلاح المصري، من ذلك من خلال أنه وجد فرصة لتسويق منتجاته بسعر مناسب جدا عما كان يحدث في الماضي من محاولة استغلال بعض التجار وليس كل التجار لبعض الفلاحين للحصول على منتجاتهم بسعر رخيص ومتدني جدا في بالمقارنة. أيضا يبيعون تلك الأسعار بأسعار مرتفعة في الأسواق، وبالتالي الفائدة متنوعة ومتشعبة أيضا ولا تقتصر على الجوانب الاستهلاكية، أيضا تمتد إلى الجوانب الإنتاجية لتلك السلع والبضائع سواء كانت سلع زراعية أو سلع مصنعة أو سلع مستوردة من الخارج، وذلك لوقف الحد أو عملية استغلال أو احتكار للمواطن. استاذ حسن، من وجهه نظرك تطور مثل هذه السلاسل ايه اللي منتظر منها؟ بالفعل هذه السلاسل يجب ان يعني تعمل في المستقبل على مزيد من الانتشار، مزيد من الانتشار سواء كانت مراكز ثابته او مراكز متحركه، التنوع ايضا في السلع والمنتجات، التنوع ايضا في المعارض الموسميه، ليس في شهر رمضان فقط او في موسم المدارس، هناك يعني مواسم اخرى ومناسبات اخرى داخل يمر بها المواطن المصري على مدار العام، وبالتالي لابد ان تلك المعارض تكون تنتشر بشكل كبير، ان تتوسع الدوله في المعارض الثابته لكي يكون هذا المعرض هو مركز تجاري للمواطن المصري. ايضا هناك عمليه اخرى وهي التوسع في المراكز او المعارض الثابته المتنوعه والمولات التجاريه بذات الاحجام المختلفه سواء كانت المولات الصغيره في الحجم او متوسطه او كبيره في الحجم، وفقا للتعداد السكاني ووفقا للكثافه السكانيه في تلك المنطقه، لذلك للكود حتى لا يكون هناك تكدس شديد على تلك المراكز. ايضا هناك بعض يعني المناطق تشهد نقص في يعني بعض السلع بالنظر للاقبال المتزايد، خاصه ان تلك المراكز اكتسبت ثقه كبيره لدى المواطن واصبح يحصل على منتجاته من تلك المراكز سواء كانت الثابته والمتحركه. ايضا هناك عمليه ان تقوم او القائمين على تلك المراكز بالتعاقد مباشره مع المصانع والمنتجين لمزيد من خفض الاسعار، مزيد من تقليل عمليه الفاقد او الهامش السعري بين المنتج والمستهلك النهائي. هذه هي لاني اصبح المواطن يعني يحصل على تلك المنتجات بثقه كبيره واصبح هو المقصد له خلال الايام الاخيره، خاصه ان كانت هذه المراكز هي حائط الصد لمواجهه ارتفاع الاسعار بشكل كبير نظرا لما يشهده العالم من ارتفاع في معدلات التضخم او ارتفاع الاسعار، لان التضخم هو معناه الاسعار، تاثرا بما حدث في التاثيرات السلبيه للحرب الروسيه الاوكرانيه وما نتج عنها من اثار اقتصاديه سلبيه، ايضا جائحه كورونا وما نتج عنها من اثار سلبيه اثار اقتصاديه سلبيه ادت في النهايه الى رفع مزيد من الاسعار عالميا. لابد ان يكون تلك المعارض تركز على الصناعات المحليه والصناعه المصريه حتى يكون للصناعه المصريه ايضا منفذ مهم وحيوي في تسويق تلك المنتجات حتى نخلق مجال منافسه
الصناعة المصرية داخل السوق أولا، ثم تكون الحاضنة أو حاضنة للصناعة المصرية للمنافسة العالمية والقدرة على التصدير من الخارج من خلال جودة وتطوير المنتج المصري، وأن تكون تلك المراكز نعم. هي الحاضنة للصناعة أو المنتجات المصرية على وجه التحديد. نعم، أنا بشكر حضرتك أستاذ حسن هريدي رئيس قسم الاقتصادي بوابة أخبار اليوم على المداخلة وإبداء الرأي. بينضم إلينا للمزيد من الحوار الأستاذ مجدي عبد الرازق عضو اتحاد الغرف التجارية. أهلا بك أستاذ مجدي. أهلا بحضرتك فندم، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. أستاذ مجدي، في ظل عالم بيعاني في هذه المرحلة بشكل كبير جدا، بنجد هذه السلاسل وهذه المبادرات تمتد لتغطي مصر. كيف لهذه السلاسل أن تكون حالة من حالات التنشيط بالنسبة للسلاسل لعملية البيع بشكل عام وإمداد الجمهور بالطمأنينة في الوقت ذاته؟ شو حضرتك، احنا من عدة سنوات والغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع العديد من التجار الشرفاء والمصنعين بيساهموا دائما في المبادرات التي تطلقها الحكومة. ولو كنا احنا النهاردة بنتكلم على مبادرة كلنا واحد، فمبادرة كلنا واحد اتعودنا عليها من وزارة الداخلية كل عام في كل المناسبات، سواء في رمضان، سواء في دخلة الأعياد، سواء في موسم المدارس. وهذه المعارض بالطبع ما نقدرش ننكر أنها بتساهم في الترويج للمنتجات المصرية بزيادة. الفترة الأخيرة تطور التصنيع المصري بصورة واضحة. عفوا أستاذ مجدي، أنا مضطرة لمقاطعتك للانتقال على الهواء مباشرة لحديث السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عن تطور مشروعات